السلام عليكم، كيف واصل لمدينة جياك باش نشوف المهرجان اللي موجود في هالمدينة؟ فخلوكم معاي وخنشوفوا مهرجان اللي يسمى بمهرجان الفوانيس الصينية، ومهرجان يعني يعرضوا فيه التراث الصيني في مدينة جياك الفرنسية. فخلونا نشوفوا شو فيه ونتكلموا على المهرجان انت نخشوا الداخل. طبعا باش نخشوا للمهرجان لازم ناخذوا باص. بعد ما نزلنا من السياره وقعدنا في الباركينج، تنزل من الباركينج وتاخذ الباص. فتفرجوا معايا على الجماعه اللي تركوا في الباص كان قاعد في المطار. يعني لأن العدد كبير فمضطرين الناس ان يديروا هيك باش يحاولوا كيف ينظموا في عملية دخول الناس لحضور المهرجان. فالمهرجان كبير يعتبر، ان السنة اللي فاتت بس حضروا له اكثر من 370,000، فيعتبر رقم يعني مش بطال. وهذه ثالث سنة يندار فيها المهرجان في مدينة جايك الفرنسية. يعني شوفوا ما شاء الله الباص تعبى ومازال الناس قاعدة تجي. يعني شوف الطابور، مازال يعني الناس قاعده تجي، لان هو المهرجان يفتح كل ليله مده شهر ونص يعني. فنستنوا في حد باش يجي معانا باش نخشوا لي داخل المهرجان. فهذا علاش قاعدين ما خشيناش لتوا. فشوية تانية حنخش ونوريكم شنو فيه فصل المهرجان. داروها الصينيين، يعني حاولوا كيف ينقلوا التراث او الثقافه الصينيه من الصين جابوها لفرنسا. يعتبر هذا المهرجان هو واحد من اكبر المهرجانات الخاصه بالفوانيس الصينيه في اوروبا. فالعروض تغيرت هلبة، والعروض يعني رهيبه بالفعل، يعني ابدعوا فيها الصينيين. فحنخليكم على هالمناظر وقول لي انت شو رايكم في الابداع الصيني، كيف انهم هم يوروا حضارتهم وثقافتهم القديمه او التقليديه. يعني تخيل ان هذا المهرجان كانوا يستخدموا فيه او كانوا يديروا فيه من عهد الاسره اسمها اسره تانغ في سنه 600 ميلادي يعني، بس تطور بشكل كبير، فغيروا في التصاميم وغيروا في الاشكال وغيرها.
بس كفكرة المهرجان نفسها موجودة من قبل، يعني من زمان في الحضارة أو الثقافة الصينية. فنخليكم مع هالمناظر واستمتعوا، إن شاء الله يعجبكم. من الحاجات اللي معروفة في الصين هو حيوان الباندا، فكيف ما تشوفوا أنه هو المجسم متاعها موجود بقوة في هالمهرجان، لأنه معروف أن الصين تميز بوجود الباندا بشكل كبير. فلو تلاحظوا أن شبه كل مكان تلقوا مجسم الباندا في هالمهرجان، فيعتبروا فيه واحد من أهم الرموز اللي يعني تعبر عن الصين. طبعا الشيء اللي ضافوه جديد في هالموسم او في هالنسخه من المهرجان اللي هو فكره الديناصورات بالحجم او بالمجسم الطبيعي بالحجم الحقيقي للديناصورات، فمستخدمين تقنيه هوليوود لتصميم المجسمات. فكيف ما شايفين قدامكم ان عاطين الحجم الطبيعي للديناصورات، ونفس الشيء عاطين الانيميشن او الحركه اللي للمجسمات الموجودة قدامكم. في مجموعة كبيرة من الديناصورات، نحاول كده نغطي العدد لا بأس به من المجسمات، وتشوفوا كيف أن الصينيين يعني إبداع في كل شيء. أنا طبعا حاليا شبه كملت الفيديو متاعي،
وإن شاء الله تكون الرحلة الصغيرة درناها مع بعض في مدينة كاياك أو المهرجان الصيني الموجود في مدينة كاياك الفرنسية يكون عجبكم، إن شاء الله نكون قدمت يعني شيء عجبكم. استنوني في فيديو جاي، تقبل تحياتي معكم أسامة حلاسة، والسلام عليكم.